السلام عليكم، معكم محمود. من الحركات البلدي اللي بيعملها بعض العرب ولا سيما المصريين، خمس ست حاجات كده هقولها لكم النهارده، يعني يا ريت نبطل نعملهم عشان ساعات بتوقع في مواقف سخيفه جدا ومضحكه جدا للناس اللي حواليك. اشهر الحركات اللي بيعملها العرب هنا في روسيا ان الكاميرا يروح حاططها كده جنب، يعني مش واخد باله، التليفون يحطه كده جنب وشه ويصور واحدة جنبه أو واحدة على بعد كده ويقرب الصورة، يعني حركات بلدي كده بيبقى إيه الناس اللي وراه شايفينه وهو فاكر إن محدش شايفه، فلو انكشف بيبقى شكله يعني ممكن حد يزعق له، ممكن واحدة تقول لك لا ده أنا هقول للبنت اللي أنت بتصورها ويطلب لك الشرطة، قرف يعني أنت في غنى عنه. تاني حاجة بايخة فعلا بيعملوها وبتحصل كتير، شاب كل سكن في السكن طالب، والست او البنت بتاعه الامن تحت او احد الموظفات بتاعه الامن بتيجي في شيفت معين بالليل مثلا، وهو بقى ايه ديك البرابر كل شويه ينزل قلب يشرب سيجاره يقول لها هو انت لوحدك هنا؟ طب اتعشيتي؟ طب يقعد بقى ايه حاجات بقى تقول لها اصل بسمع صوت هنا بالليل، انت ما سمعتيش حاجه؟ اسئله خايبه وبايخه وهي عارفه انه بيحور، واخر ما بتزهق بتكتب فيه مذكره، دي حاجه انت ما تعرفهاش، يعني بتكتب للجامعه. لذلك في طلبه كتير يقول لك ده احنا اترفدنا من غير ما نعرف احنا عملنا ايه، ده انت مكتوب في كل واحد فيكم في السكن مكتوب فيه 7-8 مذكرات عشان يتفصل، فبدون ما يوجعوا دماغهم بيفصلك في الاخر بعد مذكرات كتير وشكاوى كتيره من افراد الامن، افراد النظافه، افراد اي حاجه، موظفين كده يعني. لذلك بيقول لك ده فيها خيار وفقوس. ليه؟ لانه مثلا 20 طالب يلاقوا 16 طالب منهم طلع لهم فصل، واربعه لا، الاربعه دول كانوا بيذاكروا او مشغولين بالمذاكره او ما بيحوروش او ما بيعرفوش يحوروا، فعلشان كده محدش يعرفهم ومحدش اشتكى فيهم فما اتفصلوش. فلا تظن يا اخي ان السكن بمعزل خالص عن الجامعه. تالت حاجه هي حاجه شبيهه برضو باللي بيحصل ده، ان بيبقى في بنت مثلا ايه كاشيره شغاله في السوبر ماركت اللي قدام السكن على الناصيه كده، ف كل نص ساعة ينزل يشتري حاجة ويقف يسبل لها ويحاول يتكلم معاها وهي عايزة تشتغل وبتاع، كل نص ساعة كل بتاع ويشوف هي بتيجي امتى ويطاردها، ما يعرفش ان هي بتصده وقرفانة منه علشان في 18 واحد بيعملوا نفس الحركة من جنسيات مختلفة ومن احياء مختلفة بيجولها مخصوص، وهي عارفة ومتعودة على الموضوع ده وإدارجية، ساعات بتبقى ظريفة معاك وساعات بتصدك وساعات بتتف عليك، ودي واحدة عندها 20 سنة اللي أمثالك ادوها قيمة وخلوها تبقى عندها يعني خبرة في التعامل مع أمثالك، فبلاش الحركات القرعة دي والتحوير وبتاعه والتلزيق. رابع حاجة دي مشهورة جدا عرب كتيرة بيعملوها، عارفين ان الحلاقين هنا معظمهم ستات، فكل شهر تقريبا او اقل من شهر او كل 15 يوم يروح يدور على احلى واحده بتحلق النهارده ويقول لها انا عايز احلق وبتاع، راجل فايز بقى معاه فلوس فبيتكيف من حكايه ان واحده بنت ست، يعني بنت او ست ما بتفرقش معاه، بتحلق للراجل بتحلق للباشا بقى، ويطلع الكاميرا بالخباثه ويصورها فيديو وبتاع ولقطات وبتاع، يقول اصل بصور نفسي، هو عايز يصورها هي، متكيف ان في واحده هي بتدلك له راسه وبتحلق له وبتاع، بلاش الحركات المسخه دي يا جماعه، هم برضو مش كلهم الصراحه بس معظمهم متعودين على الموضوع ده، فتروح هفاك موس في قفاك يعلم معاك العمر كله انتقاما منك. وحصلت قبل كده واحده دبت مش دبته يعني بغشوميه بس بالراحه كده، راحت ايه مخربشاه ولا منقرا له راسه من ورا، فكل ما ينام بالليل بقى ايه عمال في حاجه مضايقاني بتوجع وبتاع، قال ما هو مفيش حاجه متعوره بس هي عارفه هي بتعمل ايه، بتعكنن عليك من الاخر مقابل ان انت صورتها. فدور على حلاق راجل معلش، يعني بلاش موضوع الستات ده عشان ماسخ قوي ووسخ قوي بيعودك على، ما علينا خلينا في اللي بعده. كان في وظيفه زمان موجوده لسه في بعض الجامعات بس معظم الجامعات لغوها، كان اسمها المرشد الاكاديمي، بيبقى الطلبه الاجانب كل مجموعه كل 4-5 ليهم مترجم او مترجمه، غالبا بتكون واحده بنت يعني، ودي بتكون برضو ايه ادفايزر كده اكاديمي، كل ما يبقى في حاجه مشكله بتسالها. فطبعا لو البنت دي اموره وشكلها وحيده يا عيني، فتلاقي مثلا 2-3 من الجروب عمالين يحوروا عليها ويسالها في اي حاجه خايبه ويبعت لها في نص الليل على الواتساب
بلاش الحركات دي علشان برضو بيتكتب فيك مذكرة وتلاقي نفسك بدون أن تدري في شهر 12 اترفدت أو اتفصلت، وأحيانا بيستنوه لآخر السنة عشان تكون دفعت القسط التاني. كلامي خلص، يا رب تكون حلقة النهاردة مفيدة ليك. السلام عليكم.